السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساءكم دفعة واحدة حيثما كنتم. اليوم في ذا الفيديو راح أتكلم عن أفضل 5 أنميات بالنسبة لي. إيوة أنميات، صحيح أنا أتفرج أنمي بالضبط عين العقل. واحد من الشباب سألني قال لي إيش الأنميات المفضلة عندك، حبيت أجاوب عليه في ذا الفيديو. أنت محظوظ، هذه هي الأنميات المفضلة عندي. وطبعا زي ما الكل يعرف إنه الأنمي عالم كبير، فما تقدر تقول إنه هذه 5 الأنميات المفضلة عندي. هذه 5 الأنميات تعتبر كواجهة بالنسبة لي لأي شخص يبغى اليوم يبدأ يتفرج أنمي. أنصحك وبشدة أنك تتفرج الأنميات هذه كبداية عشان تفهم إيش معنى أنمي. في ذا الفيديو طبعا ما راح أذكر الأنميات الطويلة زي كونان، بليتش، ون بيس، ناروتو، لأنها طبعا تعتبر عالمية جدا ومعروفة جدا. وإذا تبى تتفرج أنمي ولسه ما تفرجت الأنميات هذه، أصح من النوم، أتمنى أنك تتفرج الأنميات هذه لأنها تعتبر جميلة جدا. وأول أنمي في القائمة عندي اسمه كيكاي سينسن. كيكاي سينسن من الأنميات اللي تقدر تقول أنها راح تأخذك معاها في جولة من ناحية الرسم، من ناحية الأوست، من ناحية التحريك، من ناحية القصة. وبذكر القصة تتكلم عن انه في فجوة كبيرة متصلة الى عالم اخر فتحت في مدينة نيويورك، واهل مدينة نيويورك يضطروا انهم يعيشوا مع مخلوقات غريبة وعالم مليان جرائم. وهاتك يا عمي تحريك، وامسك الاوست وشوفوا العالم الجميل ذاك، الرسم خيالي، شيء رهيب رهيب جدا. من الانميات اللي اتفرجتها مرة واحدة وعلقت في راسي، وفعلا راح اعيدها وراح اتفرجها مرة ثانية. والانمي طبعا جاب موسمين وكل موسم 12 حلقة. كيكاي سينسن انمي لازم كل ثانية تعطيها حقها، من الانميات الخرافية جدا وراح يعجبك، وهذا الشيء منتهي منه وانا متأكد منه. وما ادري لسه ليش ما رحت على المرتبة الثانية ولسه قاعد اتكلم بهذا الشكل. المركز الثاني في انمي اسمه جيت. جيت طبعا من الانميات اللي تجيك عسكرية، اكشن، فانتازيا، وبشكل رهيب جدا. ما تعرف الحبكة وين رايحة، ما تعرف الحبكة وين جاية، بس في نفس الوقت ما تقدر توقف انك تتفرج. جيت طبعا ما يعتبر من الانميات اللي تصنيفها عالي جدا، بس برأيي الشخصي جيت من الانميات الحماسية جدا. وطبعا من مفهوم الكلمة جيت على وهي بوابة، القصة هي انه تبدأ بظهور بوابة في طوكيو، وهاتك يا عمي وحوش، وهاتك يا عمي فرسان من القرون الوسطى، وتبدأ تهاجم المواطنين. وعندك في مدينة طوكيو في عناصر عسكرية اسمها جينز. المهم ما راح أحرق عليك، أنمي خرافي خرافي جدا وراح يعجبك. وطبعا الأنمي جاء موسمين، الموسم الأول 12 حلقة والموسم الثاني 12 حلقة. أنمي ما أصنفه عالي جدا، لكن القصة والحبكة والرسم شيء جميل جميل جدا وراح يعجبك. فبرأيي الشخصي اللي ملهوش لزمة، أنمي جيت أنمي رهيب جدا. الآن إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة، الأنمي هذا تقريبا يعتبر أنمي عزيز علي، من الأنميات اللي لها تأثير خاص فيا، أحب كل شيء فيها، نقطة، period. ما أدري ليش قاعد أقول period. المهم الأنمي هذا غريب وممتع بشكل لا يوصف. يتكلم الأنمي طبعا عن المستقبل والتطور. طبعا كل أنمي يتضمن المستقبل والتطور، تلقى رسم وتحريك رهيب جدا. هذه الأنميات أنا أستمتع فيها، يعطيك الطابع الفضائي، التطور، التكنولوجي. هذه الأنميات أنا مرة أحبها وأموت عليها. طبعا يتكلم عن إمكانيته بشكل فوري عن تحديد الحالة النفسية والعقلية للشخص. يعني ما تقدر ترتكب جريمة اوكي اذا تكلمت اكثر وقت راح احرق عليك الموسم. واذا ما تفرجت سايكوباس حرام واحد يحرق عليك القصه، فانا ما راح احرق عليك القصه. فاتمنى لو بشكل قليل بس انك تبدا تتفرج سايكوباس. انمي احس اني اذا وصفته راح اظلمه، انمي والله لا يوصف وجميل جدا. وانصح اي شخص صغيرا كان ام كبيرا انك تتفرج انمي سايكوباس. ولما اقول صغير اتمنى انه يكون عمرك فوق 16 عشان انت تفهم حبكة القصة بالضبط. اذا انت اصغر من 16 لا تضيع وقتك. وطبعا الانمي نزل موسمين، الموسم الاول 22 حلقة، الموسم الثاني 11 حلقة، واعتقد نزل عنده فيلم او فيلمين. في بعض الشائعات اللي تقول الموسم الثالث راح ينزل هذا الشهر، وراح يتكون من 8 حلقات
والحلقة الواحدة راح تكون ساعة كاملة. بالله ايش رايك؟ نعم ما افصل مالك وهذا الشيء درت جالس في الدماغ انت اه اقول اسم افصل مالك وهذا الشيء انت او حسو لي قيسي وحب صور لي قيسي في عربية في انجليز ما افصل مالك وهذا الشيء افصل مالك هذا محاطول لهم انا مرف مرف اغسين انه ما افصل مالك وهذا الشيء افلق عدد جو جدي واقو لايك افلق عدد جو جدي ويا واقو هذا لنا مركي القاري اذن بالله نبجع الله اوح افصل مالك وهذا هل مر بالله كذي افصل مالك وهذا كل عيب ينسي ويا يفهم عايز فهم عايز فهم قول يكون تون سبسكرايبر الله يحي لو بقول مركا قارو بلا ما افصل مالك وهذا لاي والله وبل وبل بلن اي بروميس لو بقول سبسكرايبر قارو بلا ما ادوك وهذا لاي افصل ثاني هو يقول شنو انت هدرتن جن جن انا في رسنيس جن ادد هوس المرتبه الرابعه المرتبة الرابعة هذا الأنمي ما هو جديد على أي أحد هذا الأنمي من أفضل الأنميات اللي نالت تصنيف عالي جدا ومعروفة جدا هذا الأنمي اسمه Attack on Titans وبالعربي يسمى هجوم العمالقة إذا تكلمت عن ذا الأنمي ما أعطيه حقه ما راح أوفي حقه صراحة هذا الأنمي لو قلنا حبكة لو قلنا تحريك لو قلنا أوست لو قلنا قصة كل شيء درامي أكشن الدموية يعني من ناحية أخرى أو بكلمات أخرى أنمي متكامل أنمي راح يعجبك من الحلقة الأولى راح يشدك وحلقة في حلقة في حلقة في حلقة تلقى نفسك جالس 6 ساعات 7 ساعات وانت قاعد تتفرج أنمي ما راح تمل منه ما في دقيقة واحدة مملة أنمي هذا فعلا بوابة للأنميات أحس هذا الأنمي أول ما تتفرجه راح تحب شيء اسمه أنمي راح تدوخ في عالم الأنمي إذا أنت دخلت من هذه البوابة والأسوأ بالموضوع أنك إذا تفرجت الأنمي هذا وخلص عليك ما في أنمي يستحق أنك تتفرجه من بعد هجوم العمالقة فخليك حريص جدا كيف ومتى ومع مين وليش تتفرج هجوم العمالقة هجوم العمالقة أنمي لا يعلى عليك بشكل رهيب رهيب جدا حاليا قاعد يشتغلوا على الموسم الرابع الموسم الأول كان 25 حلقة الموسم الثاني كان 12 حلقة والموسم الثالث كان 22 حلقة إذا ما خاب ظني كان 22 حلقة قاعد يشتغلوا على الموسم الرابع اللي يعتبر الموسم الأخير تخيل أنمي اسمه هجوم العمالقة وآخر موسم راح يخلص يا الله المرتبة الخامسة والأخيرة أنمي بالإنجليزي اسمه Hunter x Hunter ولكن بالعربي وهذا شيء ليس بجديد على أي أحد أنمي اسمه الصياد إذا أنت تتابع أنمي من أيام سبيسون راح تعرف إيش هو الأنمي الصياد قصة الأنمي إنه شاب صغير اسمه جون يدخل في طريق طويل جدا للبحث عن أبوه اللي هو كمان صياد معروف وعالمي جدا وفي هذا الطريق راح يتعرف على أصدقاء يوريو وكيلوا وكورابيكا وراح يصيروا أصدقاء وراح يعدوا بمراحل في شيء حلو في الأنمي هذا من ناحية القصة من ناحية التحريك القتالات من ناحية كل شيء وبصفتي عاشق ومحب للأنمي هذا الله ابتلانا بشخص اسمه توغاشي ألا وهو الكاتب والرسام حق الأنمي هذا اسمه توغاشي على قولة واحد من الشباب يبغى له نكاح جوي راح أنطق فلوس كسيارة أمس بحبك يا مقلين أمس أنمي رهيب جدا أنمي أنصح فيه وبشكل مبالغ فيه وهذا الشيء السلبي في الأنمي إنه الكاتب هذا ما يبغى يكمل الأنمي هذا وما حد يعرف ليش عنده عجز مبالغ فيه والقصة واقفة مكان ممتع ممتع وشيق جدا يا توغاشي ليش ما تكمل الانمي والله انت عارف يا شيخ قاعد اشتري لبن من البقاله وهذا يعني يطول شويه عرفت كيف والله ما اقدر يا شيخ والله العذر والسموح والله العذر والسموح ما اقدر طب كمل اقل حاجه كم تشابتر عشان المتابعين ما تفقد المتابعين والعاشقين للانمي هذا والله انت عارف الزكام يا شيخ والله الزكام يا ليل والله زكام كده قاعد اكح انت يعني ما ادري بس انت عارف والله صعبة شوية ف ايش نسوي يعني طبعا نزل للانمي 148 حلقة وفيلمين شخصيا الانمي كنت اتفرجه من ايام سبيستون بشكل عام الانمي رهيب جدا وراح يعجب اي شخص من كافة الاعمار راح يعجب الكل
في الكل. هذه الخمسة الأنميات تعتبر من الأنميات المفضلة عندي الشخصية، وفي نفس الوقت وبحكم أنه عندي فوق 200 من الأنميات المفضلة عندي، راح أختار مجموعة كبيرة منها وراح أحطها هنا 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 هنا. سوي سكرين شوت ولا أسجل سريع ولا حاجة زي أي حاجة. لا تنسى اللايك والسبسكرايب، راح أرجع لك مرة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات، وإذا في أنا ما نسيته أو ما ذكرته أعطيني إياه في خانة الوصف وأنا راح أقرأ كل التعليقات وراح أجاوب عليها. طبعا عندي 150 سبسكرايبرز يعني ده. شكرا للمتابعة يا شباب، أنا حمادة وأشوفكم على خير. بيس. أضيقة أووغة أووغة محامي هنا محامي علشان نيرا قصني يا أخو قجمك لا تبني بالواكوش.